عيد العلم بيعتبر مناسبة قيمة جداً لا سيما لشباب الباحثين في جامعة المنصورة عشان يشوفوا ويتعرفوا على قدوات محترمة جداً حققت إنجازات ضخمة جداً في مجالات مختلفة في البحث العلمي. عيد العلم هو يوم الحصاد، يوم تكريم جامعة المنصورة لعلمائها الأجلاء اللي نشروا في آخر 5 سنوات 10,000 بحث، منهم 35% موجودين في الكيو وان جورنالز، ظهور 26 عالم من جامعة المنصورة في قائمة العلماء أكثر العلماء المؤثرين على مستوى العالم. عيد العلم هو إبراز لأهم قصص النجاح في البحث العلمي بجامعة المنصورة للمجتمع، وأيضا إبراز للمكاتب الخدمية بالجامعة ومنها مكتب التايكو الذي يساعد كافة الباحثين في الحصول على الدعم المالي لتطبيق أفكارهم وحماية ابتكاراتهم ونقلها لأرض الواقع. سنة 2020 كانت سنة صعبة علينا كلنا، حيث اجتاح العالم وباء كوفيد-19 وأجبر الناس على هجر المدارس والمصانع الجامعات وحتى الملاعب والمسارح، وتطلع الناس إلى ردة فعل العلماء من أجل إيجاد لقاح أو علاج لهذا الفيروس الفتاك. سنة 2020 رغم مساوئها الكثيرة إلى أنها ردت الاعتبار للعلماء وأثبتت بما لا يدع مجانا للشك أن البحث العلمي ليس رفاهية أو فقط وسيلة لتحسين سبل العيش، وإنما في كثير من الأحيان طوق نجاة قد ينقذ هذا العالم من مصير فتاك. الاحتفال بعيد العلم هو تكريم للنبوء والتفوق والاجتهاد وتعبير عن إيماننا بدور العلم والتعليم والبحث العلمي في بناء المجتمع. في عيد العلم 2021 جامعة المنصورة بتكرم أبنائها اللي قدروا خلال السنين اللي فاتت إن هم يرفعوا تصنيفهم محليا وإقليميا ودوليا. يعتبر البحث العلمي هو جزء من تصنيف الجامعات، ويعتبر أحد أعمدة البحث العلمي وجود المراكز البحثية المتخصصة. وفي الحقيقة جامعة المنصورة بتتميز بوجود عدد من مراكز الأبحاث المتخصصة والمتميزة جدا في مجالات مختلفة زي الطب، الوراثة، الهندسة الوراثية، أبحاث الجذور والنانو تكنولوجي، واللي بدورها يمكن تطويع المنجزات العلمية لخدمة المجتمع وتنمية موارده وقدراته. عيد العلم هو منتقى الحقيقي لعلماء جامعة المنصورة بمختلف أعمارهم وتخصصاتهم، وهي فرصة حقيقية لتكريمهم ليكونوا مثل وقدوة لجميع أبناء جامعة المنصورة. حابة أتكلم في عيد العلم الـ 12 لجامعة المنصورة النهاردة عن اهتمام الجامعة بقطاع العلوم الإنسانية. الجامعة بتدعم هذا القطاع المهم في الجامعة عن طريق تشجيعهم على النشر في مجلات دولية ذات معامل تأثير عالي والتقدم لبرامج البعثات والإفاد المختلفة. طبعا احنا فخورين جدا جدا بتصنيف جامعة المنصورة وبنفتخر بانتمائنا لجامعة المنصورة. عيد العلم بالنسبة للمنتسبين لجامعة المنصورة او لأي باحث هو الاحتفال بانجازاته البحثية والعلمية،